قام ليلة أمس الطيران المروحي والطيران الروسي والسوري باستهداف المقر الرئيسي للهلال الأحمر السوري في بلدة أوريم كوبرا، أدت إلى استشهاد 6 أشخاص من المتطوعين في الهلال وحريق في جميع الشاحنات المحملة بالإغاثة المتجهة إلى الريف الحلب، وأدت إلى استشهاد جميع الشوفيرية، وهناك عدد كبير من الإصابات الحرجة. قام الدفاع المدني بنقلها إلى المستشفيات الميدانية وإخماد الحرائق، واستغرق قام القصف من الساعة 8 المساء، استغرق العمل من الساعة 8 إلى 6 الصبح لحتى خلصنا من إخراج المصابين من تحت الأنقاض.